بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيثمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسن الخاتمة ثمديث ثسعديث دواقيد العنوان الدرس خفيف إن شاء الله في السوس أقلا ذن بذو إن شاء الله ذي لكل شيء في السوس في الله ونفلنا إن شاء الله، ولكن ذيني يعني مرة بشاني السين ونظر ونحصو ذا شو ثنت شروط حسن الخاتمة أكن من لن سثور أصنقر اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ثمديث ثساديث ثمديث ثمرفوحث إن شاء الله دي جعل ربيك ثمديث نغسى ساديث إن شاء الله خاطر رئيث مثل ميلا ثمديث نغسى ساديث نسليه مولاش والله عارف وعارف وعارف دونيث مليح الدونيث دار لابتلاء ربينا دي سورة البقرة في الآيتين 155-156 ولنبلونكم معنى نهجيك من نغ الاختبارات الامتحانات أطاس نسعي كل زيك زمان أكن من لا ذا شو نظري شحال ونظري ما وعرانت نفسهلنت أغسل يا ربي بخير وعلى خير ربي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات إلى آخر إلى أن يقول وبشر الصابرين. وربي في سورة الملك الآية الثانية الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم هذا نغدي قراكم جربا صافي الشيقين زراث إذا كان الأنبياء لبروفيت يعني لا كريم بين دي خلق ربي صفوة الخلق إجار فيثم الحديث الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل ذا شان فهمسي الحديث هكي ربي النبي عليه الصلاة والسلام دي قار ربي جرف الأنبياء إجار فيثم دينا كل ظرام سويني في غربي ماشي سويني اختار النثنين الزرمك التاريخ الأنبياء كل يون أمحي في جرب ربي سبحانه عز وجل رغم أنهم أنبياء مرسلون مصطفون مختارون ولكن تجري عليهم المقادير الأقدار تجري على الخلق بلا استثناء. لذلك مثلا نفغيك ثمديث ثساديث الشيخ محمد الحسين قرأ ولاش تصبحي ثور نساي ثمديث خاطر أستاذ سعد الدين العوام سعد الدين غسلت الزمان كيف ينسيدير سبحان الله سيفري لو طون الزمن يسعى سي كاركتيريستيك خصائص برمي خصائص الزمن أنه سريع الزوال أشين يفكيد الوقت لو طون الوقت أدينيض ثم زواروث ورثي تساغ بنادم ورثي زنوزو ما كانش السوق اللي يبيع الوقت تقول له اعطيني برك نشري من عندك 7 شهور ولا نبيع لك 20 سنة ما كانش ما يبيع ما يشري ما يتباع ما يتشرى ما يترهن ما يتورث الانسان يموت يخلي المواريث هذه مثل مذان هذه جتريكا تحانوت ثمورث ثزمورث ودي تجارة الوقت جامع دي جيوى الرويسة سقواس عامين دقيقة وتدي تجارة ثقي من خصائص الزمن أنه لا يباع لا يشترى لا يرهن لا يورث وأنه لا يقبل التخزين ولاش الكفر نغفخزانت نغأخوفي أخوفي تجان ديكس النعمة أخوفي زيكا ثور أخوفي النثر رحمة ربي أخوفي لا نوستالجي كان غيجب المردفير أخوفي ولاش الوقت الزميضات تفرض إذ خزانت ذي البنكة ذي قخام خاطي من خصائص الزمن أنه سريع الزوال يعني تزال وسان تزال العوام فقي من خصائص ولكن ثورة ذي الزمن قد تكنولوجيا وكذا ستوالي ما يثمثن تشفهم زيك نقرأ ديسلون 2000 هاثن 2000 نيبضد أثناء 24 سنة بعد 2000 سعدين وسن سعدين العوام
نكون نروح أكل سيدي ربي أكل من الله ولا ربي سبحانه يوث الآية عجيبة والقرآن كله عجب. آخر آية أنزلت في القرآن الكريم هي الآية 281 من سورة البقرة تنسيتي تنقروث عند دين ربي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ربا غدي قار أفوس ربا توظن أدياس وسيدي غلي طيجنوان أدست مدي ثنوان أتسغال مكوى ربي سبحانه أم كل يونين زرع في غلف اللي يزرعوا في الدنيا يحصدوا في الآخرة وهذا كلنا معنيون. الآن لازم يكون عندنا حرص على حسن الخاتمة نتمنوا كامل باش الخاتمة نتاعنا تكون سعيدة هنية عندها شروط الحقيقة ثلاث شروط أساسية. الشرط الأول الإيمان لا يمكن أن نتحدث عن أي أمر صالح أو عبادة من العبادات أو طاعة من الطاعات إلا على أساس الإيمان الساس أم قرآن يثو ذرث النغ ذيث مديث النغ الصفراحا ثسع ذيث إلى قذيل الإيمان. الإيمان بمفهومه العام ما رشيني غير الإيمان الإيمان صربي واستخدم ضار الشريك واستخدم على شريك يا ربي. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤان أحد كفؤان أحد تجي ورش ما الحفصة كفؤان أحد تسلم المشيخ مقارن في كوذي القراءة لا شرط الخلاف ولكن كلها صحيحة كلها صحيحة. أخيني مالك يوم الدين نغم مالك يوم الدين خطر لهم قد يستقسين أخيني الشيخ سليغا ساكا الشيخ ثقي الصحة ثقي الصحة أدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين أدين ولم يكن له كفؤان أحد ولم يكن له كفوا بالواو كفوا أحد معناه ربي أورس عيثى مثلت أورس عشريك وذي القرن يناد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الإيمان بالله ربي سبحانه الإيمان سوين يكون ديننا من في أواخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر الآيات. أنفهم باللي من منصر ربي أين غدينا آمن ثنمن هذا كل شيء سمبليفي آمن بالله وآمنا بكل ما أرشدنا إلى الإيمان به إن أدثل الآخر ثنو منس الآخر إلا نعيم القبر إلا عذاب القبر ثل الجنث ثل ثايض فيكي كنت دينا عند ربي إما ذي القرآن في وحيه الطاهر إما في الوحي الثاني اللي هو السنة النبوية الصادق المصدوق ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الإيمان ذا شوية مثل الإيمان يسعى المقويات يسعى المضعفات إلى وين يتفورتفين الإيمان إلى وين يتهدون الإيمان زرماك ذا اسمك تي كان ربي عند وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سورة الذاريات الآية 55 ربا غدي قار ذا سمحتي كل يوم دينا غدي سمحتي وايض خاطر ربي ند واذكر ربك إذا نسيت لانت المقويات لانت المضاعفات. باختصار المضاعفات ذا شو ضعاف الإيمان النغم لهموم الفتنة ورعني الخام ذي السولة ير الرفقة لان يرفقنا ثين دي هذور بي هذو ياغ ولا شياب زيرو لا باترية تنقص شويت 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 أي غير دين النبي عليه الصلاة والسلام إنادى المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل
يكون عندك صاحبك يذكرك في النهار 100 مرة 20 مرة يقولك أو فلان مريض ربي يشفيه أو ذكرك يقولك أو الذنة نروح نصلي نديو أجر الجماعة هاو فكرك يقولك والله غير هذه الأيام تاع الصيف اللي قادر منه يكون شاطر شوية ينوض قبل الفجر يصلي كشر كعتين قيام الليل خطر أفضل الصلاة كما في الحديث بعد المكتوبة بعد المفروضات ما هي بعد الفريضة هي قيام الليل يذكرك ومرات تسمعوا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي انت ثاني معاه مرات يستغفر تستغفر هذا هو المؤمن مرآة أخيه المؤمن والمؤمنة يذكرون بربي سبحانه وكاين الرفاق أخرين ربي يهديهم نكون الهاية دايا نتمناوها للجميع ولكن الرفيق علاش يقولك الصاحب ساحب الصاحب ساحب أكيسحب أكيسحب كان هكا إذن لنت مضاعفات وسيد على التكنولوجي الاستخدام السيء للتكنولوجيا دمار تديني هكا بالصوت العالي يعني يير استخدم ماشي لا تودني غير كونتر التكنولوجي لا يير استخدم إلى التكنولوجي ذا هودو يتهودو يزري ونريقي من 7-8 سوايع سميكرون غير تابورتابل وزيرا شو دي قران ذي قزريس يتهودو لسيلو الخلايا المخ يتهودو كل شيء يتهودو لفالور يتهودو نغد يرس خدم خدمس خط أما الاستخدام الحسن فذلك أمر ممدوح أمر مباح مشروع أطس بين تهدون الإيمان النغ يسلوغ الإيمان النغ ماذا يتكنفوذ الإيمان أطس سيسا التزام العبادات التزام العبادات شو المعنى يس أين غدينا ربي ذنفي أثنعفذ ربي غدي قار الظل ثنظل الصلاة عماد الدين تجليث الدين رمضان زي العشور يوني زمرن سان شروط رمضان الحج يوني زمرن الذكر مطلق الذكر ربي الناد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا فنادم أذي ذكر ربي سوليس وذي ذكر ربي سيلسيس أريد سيلي غافل ربي في سورة الأعراف الآية 206 إناد ولا تكن من الغافلين وتسيلي ذو الغافل أمشي الغافل يوم دينا غيسمى ذي اللي غافل ذي المؤمن كروايون نون براتيكو ذي المؤمن تخصص سوى الظليث أكذ العشور أكذ الحج يتراجو فيك والغافل ما يحضر الجنازة إثم قبرت لا إله إلا الله محمد رسول الله فلس يعفو ربي أكنا دي فاسك بورتاي أنت مقبرت ذاين لا لماذا الزكاوية لماذا الجنازة غايض ثل الغفلة ولكن رب دي قار ودينا له ستو ثارة ثلاثان ستو إزمر دي الظلي ثلاثة إلهم يقارن سجود السهو نورمال تزمضة تشض خطأ رفع عن الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه رب غيت حسفرة من غلظ نغنتسو ذيني ميغدين ذي اللايا واذكر ربك إذا نسيت أسميد يبضغ الغفلة ودينار ولا تكن من الناسين إناد ولا تكن من الغافلين خطر الغفلة إزمر فافيس أذي قيمة 20-30-60-70 سنة غافل ألا مكنن مدني موث صليت على الناس ما يصليوش صلينا على الناس ما يصليوش طبعا صليوا عليهم لأنهم مسلمين ولكن والله غير حاجة تجرح القلب أن الإنسان ما صلاش طول حياته
حتى نصلى عليه صلاة الجنازة. نسأل الله العفو والعافية. يونم ذياز سي رمضان الله يرحمه، إن كان المؤمنين يوانرو في الوقت يذين الله ما تشكين عودة صدرو ينسلم ورنتظال الله. السوق ما يعمر يفرو غس ما يزنز السلغلا. كلام صغير ولكن عنده معنى عميق. هذا للتنبيه استقبالي في قرنك ماك ما يهزيك يعزيك ذا سمكتي. خاطر الغفله موجوده، تلقى واحد جان البالون والبحر ولا جوناس وكذا، يا ولدي ديرهم كامل سيدي، صلي ودير سبور الله يعينك. نو الشيطان يكلخ له يقول كي تكبر شويه ان شاء الله، هاو كي يكبر شويه يقول كي تتزوج، كي يتزوج يقول كي تبني، تبني يكون عندك الله يبارك كارلاج بيان وكذا، وكي يبني وخدمه كي تجيب لا روتريت، هاو مازالك صغير عندك غير 60 سنه الله يبارك، كي تجيب لا روتريت روح دير راتراباج صلي. وحنا على بالنا بلي ما كان لا راتراباج لا والو، دي فوا واحد يموت قبل ما يدير ولا شيء. الصلاة ربي قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يا عبد ربي المد والسم الحق. إذن هذا كل الشرط الأول. باختصار الشرط الثاني ما هو؟ هو العمل الصالح. قلت العمل الصالح، العمل الصالح معناتها واسع. ربي ما قالناش واش دير الصلاح، قالك دير الصلاح برك، أخذم للصلاح. والصالحون عندهم درجة من الذين أنعم الله عليهم في سورة النساء الآية 69. حنا سورة الفاتحة نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. شكون هم الذين أنعم الله عليهم؟ حنا ما على بالناش. ربي هو اللي جاوبنا في الآية 69 من سورة النساء، قالك من النبيين الصنف الأول، والصديقين الصنف الثاني، الثالث والشهداء، الرابع والصالحين، كات كاتيجوري، هذو هما أربعة. وبعدين واش ختمها ربي؟ قال وحسن أولئك رفيقا. أما السعد بن ريسعون يرفيقا ضربعا يقوم السلام. لذلك ربي كي قال العمل الصالح تلقى واحد يقدش على الفقراء والمساكين، هذا عمل صالح. واحد اخر يعص المرضى والموتى، وين يكون المريض يلحقوا يتعاون يموضان يحضر الجنازات، كان اللي يغسل الاموات ويساعدهم، وكان اللي يعاون اليتامى والارامل، وكان اللي يبني الجوامع، كان اللي يبني ثمامرين، كان اللي يعلم، كان اللي يدير الصلاح، كان اللي يدير الصلح، كان اللي يقري ويعلم، كاين. المهم هذا كله عمل صالح. أضف ديون ذي ثدارث ذا قداش ذي ثدارث مساديس أكونتر الحسنات لا يتوقف، لأنه خادم لقريته نغلي عرشه نغلي حيه. هذا كله وغيره سماه الله العمل الصالح. لذلك ربي قال في سورة الكهف آخر آية، الآية 110، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ربي ما قالش ديروا هذه ولا هذه. لا يجوز اختزال العمل الصالح في مجال معين. ما يجيش واحد يقول العمل الصالح هو مساعدة المرضى، لا ولا لا لا، كل شيء عمل صالح، وكل واحد وين عنده الرغبة. أندى زوار ولي التبعي ثضار، كل ميسر لما خلق له. إذن هذا الشرط الثاني العمل الصالح. ومن الخير كي يذكروا ربي قل الخير، احنا نقولوا دير الخير دير الخير، وما قالكش واش طبيعة لا ناتور، طبيعة الخير اخدم الخير وخلاص. في سورة الحج الآية 77 ربي قال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ديروا الخير، وكل حاجة يسميوها الناس الخير ديرها واش تقدر. الآن الشرط الأخير لضمان إن شاء الله حسن الخاتمة، ما هو؟ الإخلاص.
يعني واش تدير كامل، الصلاة والزكاة ورمضان والحج، مساعدة الفقراء، بناء المساجد، اليتامى، الأرامل، القراية، الحضارة، لا تكنولوجي، دير واش حبيت نتاع الخير، ديروا برك لوجه ربي. هذا ما كان علاه باش تضمن إن شاء الله القبول، خاطر كل حاجة يوذمر ربي. الدليل ربي قال في سورة التوبة الآية 105: وقل اعملوا خدمة، الخدمة الدنيا والآخرة، عمرهم في زوج، عمر الدنيث، دنيث ايش عمريت، الآخر ايش عمريت. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. لانفيزيبل إلى فيزيبل، على عالم الغيب والشهادة، غير ربي اللي على باله بكلش، لا تخفى عليه خافية. قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أغير رزق ربي جميعا حسن الخاتمة، ورب يحفظكم ويستركم، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.